ولأن الاستقرار المجتمعي غير قابل للتجزئة وللحد من الضرر بالأرواح والممتلكات وتهديد حياة المواطنين. تعمل مديرية العشائر في بغداد على التنسيق مع جميع العشائر لمواجهة الظواهر السلبية، ومنها الدكة العشائرية والقضاء على آفة تعاطي المخدرات والدعوة إلى عدم المغالاة في الفصول العشائرية، وهو ما سعت إلى تحقيقه قبيلة العبيد بتأكيد التزامها بكل ما يصب بمصلحة وأمان العراقيين. احنا اليوم كل لقانا ناكد على الدقة العشائرية وناكد انه يخففون في الفصول وعدم المعالاة بالفصول العشائرية، وناكد عليهم كدورنا كعشائر احنا بيناتنا وكتفاهم بيناتنا من خلال مواصلتنا ويا مديرية العشائر على رأسها اللواء ناصر النوري المحترم، وتوجيهات معالي وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري. واليوم يسعدنا اكثر حضور الشيخ علي محمد صالح اخونا العزيز وابن عمنا وجيه بغداد للعبيد، ونشكر اخونا ابو مريم حضوره من مدينه الزعفرانيه. ناكد احنا كقبيله العبيد وعشائر العبيد حقيقه ولا هون عشائرنا، واحنا خوال كل العشائر الموجودين في بغداد وشمال بغداد وجنوب بغداد والوسط، انه احنا فصولنا عدم المعالاه بها، وحقيقه وقعنا بيناتنا كعشائر لا توجد دقه عشائريه بيناتنا، انما اكو تفاهم بيناتنا، اكو تواصل من خلالنا من خلال العشائر. وفي لا في حاله عدم مواصله في حاله اي شيخ تعاند ويا شيخ ثاني، اكو الفاصل بيناتنا هي مديريه العشائر لحل النزاعات العشائريه برئاسه مديرها اللواء ناصر النوري. ومن خلال هذا الجمع ان شاء الله نوصل لكم رساله لمجتمعنا في بغداد، انه خفت الحمد لله والشكر حسب توجيهات المديرية العشائر خفت الدق العشائري. احنا الملاحظه لاحظناها هسه بمجتمعنا الدق العشائري خفت، بس لاحظنا اكو ظاهره المخدرات. احنا من خلالكم ان شاء الله ومن خلال قناتكم ومن خلال مشايخنا ناكد انه يتابعون اولادهم، يتابعون الاشخاص الذين يتاجرون بالمخدرات او يصير مبايعه بالمخدرات، ومن خلالها يقوم يصير متعاطي بالمخدرات، وهذه تدري آفة حقيقة أقوى من آفة الإرهاب. الإرهاب ولا بجهود أهلنا، بجهود أبنائنا، بجهود أبناء العشائر، وهم صمام أمان لمجتمعنا في بغداد والمحافظات. احنا ندعي من الله أن يوفق أهلنا وعشائرنا وشيوخنا على تواصلهم كمديرية وتواصلهم بيناتهم، وكم مسامحة بيناتهم، وكم مروة بيناتهم، وهذه المروة هي اللي وصلتنا للأمان، وصلتنا ومو بعيدة على الشعب العراقي، مو بعيدة على العشائر العراقية، هي توجد بالعشائر العراقية الكرم والشجاعة والمروة. باسم عشائرنا الموجودة في منطقة التاجي عامة ومنطقة رقي وفاضل خاصة، نشكر العميد عماد الضايع العبيدي مدير عشائر الكرخ، كونه رمز من رموز العشائر، إضافة إلى أنه قيادي في مديرية شؤون العشائر، ونشكره على دعمه وتواصله في جميع المحافل مع جميع المناطق الكرخ، وحثهم على الصرح المجتمعي، وحثهم على أنه النزاعات تنحل بأسهل الطرق، وإضافة إلى ما تفضل به الموضوع الثاني اللي هو موضوع شبابنا اللي يتعاطون المخدرات والكريستال وإلى آخره. إحنا إن شاء الله عين ساهرة مع قوات الأمنية ومع العميد خدمتك في أنه ننصح أولادنا أولا اللي أنه ما يتعاطون هاي الشغلات اللي تمس سمعة البلد.